معكم مريم الصوابني، عضو باللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة. كيف ما تابعتوا معنا يعني منذ بداية ظهور النتائج ديال العار يعني ديال 2022، خضنا هذه المعركة، هذه درنا احتجاجات، توجهنا للمؤسسات، راسلناهم، خضنا اضراب على الطعام الاول اللي تدخلت فيه الوزارة، كانت مناشدة ديال جمعيات حقوقية، مي كانت الوزارة وعدتنا انه زعما غتفتح معنا حوار على اساس يكون شي حل زعما جدي وواقعي، فإذا به يعني كتقترح علينا امتحان جديد وصافي ونساو هذيك الخروقات اللي وقعت واجي ندير لكم واحد امتحان جديد. حنا رفضنا، قلنا لهم اودي هذا الامتحان هذا راه النتائج هذه راه لا يمكن زعما غادي تبقاو متشبتين بها، واللي زعما لا يختلف اثنان على الفساد ديالها. يعني كانوا بقاو متشبتين بهذاك بانه يكون امتحان جديد. رفضنا عند الوزاره، تدخل السيد الوسيط في الاضراب على الطعام الثاني، تدخل على اساس غادي يلقى لنا واحد الحل. درنا معاه لقاء، قلنا ليه اودي راه امتحان جديد، راه حنا رافضين وما ماشي حل للقضيه وما يمكنش نتجاوزوا به الخروقات السابقه، يعني الا كان شي حل يكون في اطار امتحان 2022، في اطار امتحان العار. فاذا به يعني كنشوفوا السيد الوسيط كرفع التوصيات ديالو باعلان على امتحان جديد، كيوصي بامتحان يعني عوض اللي يوصي بالغاء الامتحان وفتح التحقيق في الخروقات، كيوصي بامتحان جديد يعني باش هذاك 2022 وكان شيئا لم يحدث فيه، يعني هو امتحان خور جديد لا علاقة له، وكي كيتم الترويج على انه حل القضية، بينما الواقع العكس، لان ديجا كيف ما تبعتوا معنا راه كان خرج السيد وزير العدل الوهبي، كان خرج سابقا وكان قال بانه راه غادي يكون امتحان في السنة المقبلة، يعني هذا الامتحان هذا كان ديجا مسطر ليه قبلا. فإذا به يعني كيتفرض علينا هذاك الامتحان ويعني تدوز فيه اللوائح جاهزه كيف ما لاحظتوا، الناس ما تتوفرش فيهم الشروط، محاسسه حزبيه، مقربين من المسؤولين، وفي المقابل يعني ابناء الشعب، وبالخصوص كان واحد الاستهداف يعني المناضلين الاحرار اللي ما قبلوش بالمساومه وما قبلوش يعني بداك الحل الوهمي اللي كيحاولوا يسوقوا على انه حل. والنتيجه انتم كتشوفوا يعني المعركه راه مازال مستمره، والمرصبين تيخوضوا في المعركه ديال الامعاء الفارغه الاضراب على الطعام للمره الثالثه، يعني يا اما الموت ولا يا اما يعني حل منصف او لا الروح ديالهم. شحال تقريبا وهو المرصبين؟ راه كاينه واحد 30000 ولا 40000، ولكن اللي يعني مواصلين ومستمرين في انهم يدافعوا على حقهم راه كنلقاو واحد 50 واحد تقريبا اللي مازال مواصله ومازال متشبته ومازال كتدافع على هذه القضيه. الحالة الصحية جد متدهورة جدا جدا جدا، اصلا هما الحالة الصحية ديالهم يعني يعني طبيعيا راها متدهورة، عندهم لانيمي، عندهم طونسيون، عندهم السكر، ورغم ذلك يعني ابوا الا ان ياخذوا هذه المعركة في سبيل زعما احقاق العدل ويتنصفوا في بالنسبة للسيد اللي تم يعني المستشفى. نعم، حالة جد متدهورة، راه تنقلت المرة الأولى للمستشفى ديال تمارة، راه الأطباء والممرضين راه زعما كانوا يعني كيشوفوا الحالة ديالهم، الحالة ديالها زعما جد متدهورة وحاولوا معاها باش تاكل شي حاجة وداك الشيء، ولكن هي كتقول لهم وما وداك التونسيون والسكر كان واصل زعما لأدنى درجات، يعني لواحد الدرجة اللي يعني بين الحياة والموت. ومهم مع السيروم وديك العلاجات الاساسيه وهذا، ورجعات ومن بعدها هي تنقلت عاوتاني المره الثانيه، راه الا شفتوها راه بحال ميته حيه، يعني راه الحاله ديالها راه شيء. السيده هي راه حنا كنحاولوا معاها دابا، راه غالبا غادي نقدروا نتصلوا بالوقايه المدنيه باش يجيو ينقلوها، لان الحاله جد متدهوره ما تتقدرش حتى تتكلم. سميتها نوال. نوال نوال نوال، عليكم السلام. قالوا لنا ما بغيتيش تاكلي، ما بغيتيش؟ لا انا ما ناكلش. باش كطالبي انا بالحق حقوقنا وانا حقنا استلمناها بازار كانت طالبة. أنا كان وجه رسالتي للمسؤولين، أنا بالحياة والممات، حسيت حق ضاع مني على جيت عملت هذا الخطأ هذا الإضراب. السلام عليكم. إذا اليوم كما كتشوفوا تابعتوا الحالة ديال المضربين عن الطعام، اليوم التاسع من الإضراب عن الطعام،
الحاله ديال الزملاء ديالنا جد متدهوره. شفتوا الاخت نوال، شفتوا الاخت اللي مشات للسبيطار البارح والتقارير الطبيه ديالها كيفاش دايره. يعني راه واحد الحاله كارثيه وصلنا لها، وهذه الحاله الكارثيه ما وصلنا لها الا من بعد ما قدمنا واحد المجموعه ديال التضحيات، واحد المجموعه ديال النضالات. فاذا به نفاجئ انه يقول لك دير اللي غادي دير حتى تعيا، ما تقدرش انك تفرض علينا شي حاجه ولا تفرض علينا القانون ولا تنتزع الحق ديالك. للاسف حنا كنامنوا بدوله المؤسسات، كنامنوا بدستور 2011. فاذا به السوهبي كيضرب دستور 2011 وكيضرب القوانين عرض الحائط، ويحصر وزير العدل اللي خصو يكون المشرف على انه يتم انفاذ القانون، تم حمايه القانون، تم حمايه المؤسسات، لانه وزير العدل والحريات. فاذا به هذا وزير العدل والحريات كينتاكل الحقوق ديال الناس، كيرصب الناس، كيضرب في مبدا تكافؤ الفرص ومبدا الشفافيه والنزاهه ديال الامتحانات العموميه. للاسف امتحان 4 جنبير 2022 كان فضيحه مدويه، كان فيها تحقيقات استقصائيه ديال الاعلام اللي وقف على واحد المجموعه ديال الخروقات ومجموعه ديال التلاعبات في هذا الامتحان. كانت المحسوبيه والزبونيه، كان تضارب المصالح واستغلال النفوذ كما شفناه مع مدير مركزي داخل وزاره العدل وعضو اللجنه المشرفه على الامتحان، حتى هو دوز الامتحان وتسجل فيه ونجح تضارب صارخ للمصالح، في حين ان ولاد الشعب اللي كيستحقوا انهم يدوزوا الكفاءات بالشواهد العليا ديالهم بلي ماستر ولي دكتورون ديالهم كيمشوا كيدوزوا ما كيلقاوش، وكيجي واحد فقط لان با وزير وقرا في كندا كيجي كيدخل، فقط لان اولاد البارونات وابناء النافذين في الاحزاب السياسيه وفي المهن القانونيه والقضائيه عندهم نفوذ وعندهم الكالات اللي يدخلوهم، كنجيو كنلقاو ابناء الشعب ما عندهم ما يديروا الا انهم يحتجوا. في الاول مشينا دقينا ابواب المؤسسات ولا مجيب، البرلمان، الاحزاب السياسيه، المؤسسات الدستوريه، القضاء كذلك. لحدود ساعه لم يتم البت في جوهر الموضوع ديال الملف ديالنا، لم يتم فتح حتى تحقيق فقط من اجل الوقوف على هذه الملابسات. ولكن تعودوا الامتحانات، تعودوا الامتحان، الوزاره جات معنا كتساومنا على اساس انكم طو هذا الملف نساوه سكتوا، ما بقيتش جبدوا هذا الشيء ونديروا امتحان جديد. هذا الامتحان اللي كانوا بغا يغطوا به، قلنا لهم حنا ما يمكنش تجيبوا امتحان جديد على ظهرنا ونكونوا حنا السبه ديالو باش تعاودوا تدوزوا فيه. دوك الناس اللي مبرزطينكم في النقابات ديال المحامين اللي ما دازوش ولادهم في اللوائح الريعيه، ودوك الناس اللي مبرزطينكم في الشبيبات الحزبيه وفي الاحزاب ديالكم انكم ما دوزتوهم ودوزتوا فقط الابناء ديالكم، الناس كلشي كيقلبوا دابا على حقهم من ديك الوزيعه، ديك الوزيعه العائليه والسياسيه المفضوحه. فاذا بها ابناء الشعب اللي كتقتل الاحلام ديالهم، كتقتل الطموحات ديالهم، كيختاروا انهم يخوضوا معركه ديال الامعاء الفارغه، انهم يموتوا موت باطي. اليوم ولات الافكار سوداويه عند الخريجين ديال القانون ديال الحقوق، الناس اللي اجتازوا هذا الامتحان منذ الصدمه ديال هذا الامتحان اللي داز. فاذا بي ولا كيبان لهم غير الموت هو الافق اللي كاين، لان ملي كتسد على الانسان البيبان، ملي الانسان كيقرا وكيكد ووالديه كيصرفوا عليه هو كيعض على لحمه باش يقرا، ولاد الشعب هما اللي كيقراو، هما اللي كيضحيو، هما اللي ما كيخليهم يديروا باش انهم ينجحوا، وتجي انت في الاخير واحد كيكد وتجي تدوز ولدك وتدوز بنتك وتدوز عائلتك وتدوز الاتباع ديالك. وهبي قال لك دوك وهبيات اللي كاينين في اللائحه ما كيجوش، والينيميرو ديال لي كارت بينوها في الامتحان الثاني، طمسوا دوك الينيميرو ديال لي كارت حيدوهم باش ما يبانش الصفه والهويه ديال دوك الناس اللي اجتازوا. فكيفاش وهبي كيكذب كيقول لك ان هذوك ماشي ولادي، هذوك ماشي مقربين بيا، راه وهبي كاينه، وهبي عطى الله وهبيات في المغرب. فاذا به كنتفاجئوا انه نسابوا الاقرباء ديالو، الابناء ديالو دايزين، وناس مقربين من الحزب ديالو. كيجوا الامتحان، جا السيد الوسيط دخل كان قال لنا انه انا غادي نجيب لكم حل عادل ومنصف، هذا الحل العادل والمنصف قال لنا بعظمه لساني لن يكون امتحان جديد، لان امتحان جديد ليس حل العادل والمنصف. فاذا به من بعد شهرين وقفنا النضالات ديالنا احتراما لهذه المؤسسه الدستوريه اللي عندها استقلاليه ديالها وعندها نزاهه ديالها وعندها مجموعه من الصلاحيات. وقفنا النضالات ديالنا لمده شهرين، جمدنا النضالات ديالنا من بعد واحد الاضراب عن الطعام. فاذا به كنتفاجئوا انه خرج بحل ديال الامتحان الجديد. حنا كلجنه وطنيه رفضا قاطعا امتحان جديد، لاننا عارفين ان هذا الامتحان الجديد غادي يعاودوا فيه نفس المهزله، وبطرق او باخرى غادي يطمسوا، غادي يحاولوا ما يبينوهاش بديك الطريقه. لكن للاسف كنتفاجئوا من جهه الامتحان الجديد بعد توصيه الوسيط، وكانوا الاخوان اللي تفاوضوا اللي قبلوا هذا الحل تفاوضوا على اساس انه يكون نزيه وشفاف، وهاد الضمانات ديال النزاهه الشفافيه والتنقيط كيفاش غادي يكون، الاسئله كيفاش ما غاتكونش خارجه على السياق وعلى التوصيف، وكذلك انه يكون نموذج ديال التصحيح. لماذا وزاره العدل كتستر على التوصيف ديال الامتحان؟ حنا كنعتبروا راسنا ناجحين، كنقول لهم اعطونا ورقه الامتحان نصحوها واعطونا نموذج التصحيح، علاش ما بغيتوش تنشروا نموذج التصحيح؟ صافي الامتحان سالا، اذا انتم كتستروا على شي حاجه، اذا انتم داك الشيء ما كانش تصحيح، ما صححتوش ديك الوراق، فقط انكم دوزتوا لوائح جاهزه. حنا منذ البدايه ديال الاعلان على امتحان جديد
ديال 4 يوليوز 2023 وصلتنا الخبر انه كاين الى واحد ديال الاحزاب السياسيه بالاسماء ديالها عندنا اصدقاء ديالنا داخل الاحزاب. فاذا به ملي خرجت النتائج كنتصدموا انه ديك الاسماء ديال الناجحين هي اللي نجحات، وكاينين الناس كيضربوا في الدوله وكيضربوا في سميتو وكذا دايزين دون المستوى دون المستوى، في حين الناس كنعطيك الكفاءه ديالهم غتجي تجلس معاهم غيناقشوا معاك فين ما بغيتي في المسطره الجنائيه المدنيه في العقاري فاش ما بغيتي، وناس كيضحيو وكيقراو كتجي انت في الاخير كتستغل انا المعاناه ديالي كتستغل الحق اللي انت زعتي ليا وكتنزل عليهم مره اخرى بواحد الامتحان اللي كارثي باش انك تزرع الياس والاحباط وتقول لي انا ما غتصور والو. لذلك هاد الياس والاحباط وهاد الحقره وهاد الظلم هذا راه هو اللي غادي يخلينا نموتوا وغيخلي هاد الناس يموتوا، هادو راه هاد الناس كيقتلونا وكيقتلونا بشكل ممنهج فقط لاننا ولاد الشعب وفقط لاننا كنبونجيبوها بدراعنا وكنجيبوها بالكفاءه ديالنا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.